اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. نتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الجونه واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بالنادي الاهلي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. احنا بنشوفك كتير بس يعني 51 يوم. 51 يوم. يعني بقى لنا 51 يوم طبعا فتره طويله. في البدايه طبعا الفتره دي يعني نامل ان هي النهارده مباراه صعبه. كل تاكيد انت فتره توقف 51 يوم اكيد هتاثر شويه بدنيا اللعيبه اللي كانت في منتخبات اكيد مباراه كل وكمان مع فرقه الجونه مع فرقه الجونه في الغردقه في ملعبها فلا فمباراه صعبه بكل تاكيد والاسبوع كله صعب يعني الجونه والنجم الساحلي فانت داخل على معركه كده باذن الله يعني نعديها ان شاء الله. الجونه والنجم الساحلي باذن الله تكون فاتحه كده كويسه فاتحه خير لينا باذن الله مباراه الجونه والتشكيل كمان بتاع ريني فايلر من الواضح كده يغلب عليه الطابع الهجومي يعني الطريقه 4 2 3 1 ممكن نشوفها في بعض الاوقات هتتحول ل 4 1 4 1 بوجود عمرو السوليه كارتكاز وحيد قدامه محمد مجدي قفشه ووليد سليمان على الطرف اليمين حسين الشحات على الطرف الشمال جونيور اجايي قدام مروان محسن ممكن برضو في بعض الاوقات نشوف 4 4 2 يعني ممكن نلاقي اجايي جنب مروان ووليد سليمان على الطرف وحسين الشحات على الطرف التشكيله دي تقبل كل الكلام. تقبل وممكن يكون في برضو عنده فكر ان هو تابع النجم الساحلي في الفتره الاخيره دي فممكن يكون بيفكر لحاجه معينه في مباراه النجم ممكن يكون هل هيلعب براسين حربه قدام النجم الساحلي اعتقد طيب قبل بس ما نخش في الارقام خلينا نروح لزميلنا كريم احمد معلش يا دكتور اتفضل نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه على التليفون يقول لنا ماذا يحدث في ملعب المباراه. كريم ازيك يا حبيبي؟ كابتن اسلام وحشنا والله يا كابتن اسلام انت اللي وحشني جدا ووحش جمهور النادي الاهلي الحمد لله على السلامه وفعلا يعني مشتاقين جدا ان احنا نشوف النادي الاهلي ونشوف مباراه الدوري العام ويمكن الحمد لله النهارده كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا يا كابتن اسلام استعدادات مكثفه تركيز كبير فصل تام ما بين مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي انت كنت احد نجوم فريق النادي الاهلي يا كابتن اسلام وعارف ان بتاخد حيز من تفكير اللاعبين المباراه القويه مباراه النجم الساحلي لكن في شغل كبير جدا من الجهاز الفني بوزل مع اللعيبه الكبار في الفريق للتركيز الكبير في هذه المباراه ان شاء الله تكون ثلاث نقاط مهمه يساعدونا في مشوارنا في بطوله الدوري العام وتكون دفعه معنويه كبيره جدا ان شاء الله في مباراه النجم الساحلي. الجو مميز جدا الهواء ابتدى يعني الهواء ابتدى يزيد شويه يا كابتن اسلام ملعب بيبقى ليه طقوس خاصه كده بالنسبه لل فاتحين الباب ولا قافلينه الجونه الشوط الاولاني؟ لا والله يا كابتن اسلام فعلا لا يعني الهواء الحمد لله النهارده نقدر نقول حتى اللحظه انا بكلمك فيها يا كابتن اسلام مش بشكل كبير لكن مع مرور الوقت ومنتصف الشوط الثاني بالتحديد الامور هتكون صعبه شويه لكن ان شاء الله تكون لصالحنا نستغل كل الامور دي الشوط الاول او الشوط الثاني على حسب طبعا اختيار القرع من النادي الاهلي والجونه لكن ان شاء الله باذن الله الحاله اللي احنا شايفينها وحاله التركيز وحاله الدراسه اللي يمكن مستر فايلر اشتغل عليها بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه لمباريات الجونه ومحاضرات المستمره مع اللاعبين ان شاء الله يكون ليها اثر كبير جدا النهارده في المباراه حتى هذه اللحظه يمكن لم ينزل الفريقين الى ارض الملعب خلاص لحظات قليله جدا يا كابتن اسلام وينزلوا الفريقين رمضان صبحي عايز اكد لك عليه وموجود على دكه البناء وسليم 100% رمضان لكن رؤيه الجهاز الفني اكيد النهارده في وجود رمضان على دكه البدلاء ممكن يبقى له دور او ما يبقاش له دور على حسب سير المباراه لكن رمضان جاهز بنسبه كبيره جدا احمد فتحي جاهز حسام عاشور جاهز كل اللعيبه اللي على دكه البدلاء جاهزه بشكل كبير ان شاء الله يكونوا موفقين النهارده يا كابتن اسلام نقطه اخيره وهي جمهور النادي الاهلي النهارده كالعاده يمكن لينا 500 مشجع لكن كل الجونه اهلاويه يا كابتن اسلام يعني كل الناس اللي متواجده المدرجات اللي خارج مدرج النادي الاهلي جايه تشجع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين النهارده ويكون نقاط المباراه مناسبتنا يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد وطبعا لو في جديد احنا دايما معاك على التليفون وعلى الهواء مباشره اتفضل يا دكتور. طبعا كمان رمضان صبحي يعني هو رمضان صبحي اكيد لسه لاعب مباراه يوم الجمعه 120 دقيقه واشواط اضافيه واكيد محتاج راحه شويه فاكيد وقد يتم استخدامه في الشوط الثاني اقصى 45 دقيقه بدنيا وبيتم تجهيزه بشكل اقوى برضه لمباراه النجم الساحلي لان اللاعب محتاج فتره راحه طبعا. اكيد يعني مباراه يوم الجمعه فعشان كده ده تشكيل الاهلي يعني الرسمي النهارده 4 2 3 1 عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه وممكن نشوف 4 1 4 1 ممكن في بعض الفترات تتحول ل 4 4 2 فده يعني ده الاقرب للتشكيله دي الدكه برضو موجود فيها رمضان حسام عاشور احمد فتحي جرالدو ياسر ابراهيم وليد ازارو فممكن يكون في فكر معين ان هو عايز يطبقه في مباراه النجم ان انا برضو ممكن يتم في بعض التجربه 4 4 2 بوجود اجايي ومروان ان ممكن يفاجئ النجم هناك في تونس ممكن يكون في بعض التفكيرات برضو يعني خلينا نتكلم على مباراه الجونه النهارده ويعني نسيب النجم لوقتها ولكن الجونه فريق جيد الجونه عنده مدير فني جيد خمس مباريات لعبهم الجونه لم تكن النتائج جيده او ما بين التعادل وما بين الفوز وما بين الهزيمه
وبالتالي هي مباراة صعبة دائما للنادي الأهلي. طبعا يعني لو بصينا على حضرتك بتتكلم على المدرب بتاعهم ليوسوفيتش، يمكن هو السيرة الذاتية بتاعته، خلينا نخش في مقارنة على طول ما بين السيرة الذاتية بتاعته وليوسوفيتش السيرفي السربي. طبعا هو يمكن السيرة الذاتية بتاعته مش قوية قوي يعني هو بدأ مسيرته مثلا 2013 آخر ناديين كان مساعد مدرب، يعني هو مساعد مدرب في نادي في الدوري اللاتفي اسمه نادي ريجا من 30/7 ل 31/12 ومسك مدير فني لنادي في البوسنة والهرسك كانت سنة 2016. نعم. وكان قاعد يعني متفرغ قبل الجونة حوالي سنة من 31 ديسمبر 2017. فمسيرته الذاتية مش قوية قوي، ده تعريف سريع كده ليه. يمكن هو عنده 46 سنة، فايلر 46 سنة، لعب مع الجونة الموسم ده 4 مباريات، فاز مباراة واحدة، اتعادل مباراة وخسر مباراتين، أحرز هدف واحد بس مع الجونة، الجونة معاه يعني هدفين دخل شباكهم هدفين وهدف ومرتين شباك نظيفة، يعني مرتين كلين شيت. فايلر 3 مباريات، الثلاثة فوز، 10 أهداف في 3 مباريات، دخل شباك النادي الأهلي هدف واحد، شباك نظيفة 2. ولكن في بعض الأرقام كده التفصيلية برضو للراجل اللي فكر الراجل ده، فريق الجونة هو فريق العرضيات في الدوري، أكتر فريق عامل عرضيات في الدوري، يمكن هو معدل إرسال العرضيات لفريق الجونة بيوصل 6.25 عرضية في المباراة الواحدة. فده رقم كبير جدا، يعني يمكن النادي الاهلي معدل عرضياته 4.6، يعني اكتر كمان من النادي الاهلي اللي اصلا بيلعب على الاطراف. ايوه. وبالتالي انت بتتكلم في فريق النهارده خطورته كلها في الكرات العرضيه، لانهم عندهم باسم علي وعمرو سعداوي على الاطراف، برضو متوسط استحواذهم للكره 55%، نسبه كويسه ومقاربه للنادي الاهلي 55%. وبالتالي مدرب بيعتمد على الاستحواذ، بيلعب بثلاثه ارتكاز في وسط الملعب وبيحاول ان هو يطير الظهيرين، يعني يتقدموا الظهير الايمن والظهير الايسر ويعملوا عرضيات كتير بتوصل لمعدل 6 عرضيات في المباراه الواحده. لو شفنا التشكيل الاقرب ليهم، يعني هم بيلعبوا او الفكر، هم طبعا عندهم 4 لعيبه مش موجودين النهارده اللي هم معارين من النادي الاهلي، احمد ياسر ريان، باسم علي، محمود الجزار، اكرم توفيق، الاربعه مش موجودين في التشكيله لانهم معارين من النادي الاهلي. التشكيل المتوقع باسم يحق لي يلعب عادي، باسم الاربعه برضو هم الاربعه المعارين اللي هم المعارين لا يحق لهم ده، فغالبا هيدخل مكانه يا احمد علي يا احمد صبحي في ناحيه اليمين. الاثنين المساكين محمد نجيب ولؤي وائل، الحارس طبعا محمود الغرباوي، الباك الشمال عمرو السعداوي وهو بيعتمد عليه بشكل يمكن هو كمان اساسي على جوزيف نجويم اللي هو الكاميروني. فده عمرو السعداوي بيقدم مباريات كويسه. الثلاثه الارتكاز مع غياب اكرم توفيق هيبدا بمحمد محسن ليله كلاعب ارتكاز دفاعي، على يمينه سيرجي اكل لاعب الكوت ديفوار اللي كان بيستخدمه بديل في بعض المباريات، وعلى شماله عمرو بركات. عمرو بركات هو اللي بيحول طريقه اللعب ل 4-2-3-1، هو اهم لعيب يعتبر في وسط ملعب الجونه، هو محور بناء هجمات الجونه في الماتش الاخير، اكتر لاعب لمس الكوره واكتر لاعب استلم الكوره، ده دليل ان انا لازم النهارده اضغط على عمرو بركات تحديدا. هل هيبدا مثلا يعمل مفاجاه ويبدا باحمد حمدي؟ ممكن، ممكن برضه، ولكن عمرو بركات متالق في المباراه الاخيره وهو محور بناء هجماتهم. الاثنين اللي على الاطراف اسلام محارب طبعا لاعب النادي الاهلي السابق على اليمين، وألان كيمبادي ده من اوغندا جاي لهم من كامبالا سيتي اللي هو رقم 20، والمهاجم في غياب احمد ياسر ريان الاقرب محمد ناجي جده، وممكن وولتر بواليا اللي هو مهاجم من زامبيا ده جاي من نكانا الزامبي. ايوه. اذا ممكن نشوف في التشكيله بتاعتهم 3 محترفين، سيرجي اكا اللي هو الايفواري ده لعيب ارتكاز عنده 25 سنه، ممكن نشوف ألان كيمبادي اللي هو الاوغندي اللي هو الجناح اللي هيلعب ناحيه محمد هاني رقم 20، وممكن نشوف ويلتر بواليا ده بيستخدم احيانا كمهاجم صريح واحيانا كجناح، ولكن طريقه لعب الراجل بتعتمد على ال 4-3-3، عمرو بركات هو اللي بيحول طريقه اللعب اللي هو بيزيد دايما، عمرو بركات يعني موقع استلامه للكوره هنلاقيه دايما تحت هو اللي بينزل يبني الهجمه، فمهم جدا النهارده السوليه ومحمد مجدي قفشه اللي هم بيلعبوا ارتكاز وقدامهم وليد سليمان لازم اضغط ضغط عالي جدا على عمرو بركات تحديدا الاقرب ليه الملعب، لان ده محور بناء الهجمه بتاعهم. الناحيه دي بيبقى سيرجي اكا هيلعب ناحيه اليمين عشان يامن الباك اليمين اللي هو هيبقى طاير اللي هو احمد علي او احمد صبحي، ولكن مهم جدا ان انا اضغط على عمرو بركات. عمرو بركات اكتر لاعب بيلمس الكره في الجونه، مهم جدا ان انت تفسد بناء الهجمه عندهم لان هم بيبنوها بشكل كويس جدا من خلال عمرو بركات، وبيحاول ان هو دايما مدرب الجونه يطير الباكين الظاهرين دول ويعملوا كرات عرضيه باستخدام ان هو عامل 3 في وسط الملعب، عامل ستاره دفاعيه في وسط الملعب باستخدام 3 كمان لما يلعب قدام النادي الاهلي، فبالتاكيد هيلعب ب 4-3-2-1 عشان يعمل ستاره دفاعيه في وسط الملعب. طيب خلينا نروح لمقارنات، خلينا نبدا بمقارنه حسين الشحات واسلام محارب.
تمام. المقارنه طبعا الجانب الامامي هنا الجناح اليمين حسين الشحات والجناح اليمين هنا اسلام محارب. في الدوري السنه دي اسلام محارب لعب 4 مباريات ما حرصش ولا هدف مع الجونه وما صنعش ولا هدف، عمل 5 محاولات على المرمى بنسبه دقه 40%، عامل 10 عرضيات بنسبه دقه 30%. حسين الشحات لعب 3 مباريات مع النادي الاهلي ب 229 دقيقه اقل في عدد الدقائق كمان، ومسجل 2، صنع هدف، عدد محاولاته على المرمى 4 بنسبه دقه 75%. يعني حسين الشحات اعلى في كل حاجه، عدد العرضيات 8 عرضيات 50% دقتهم. طيب نروح لمقارنه، ولكن برضو ثانيه واحده، اسلام محارب من الناس اللي هي كعبها عالي على النادي الاهلي لما بتلعب بالزبط قدامنا بالزبط. يعني هو كان جايب 4 اهداف لما كان بيلعب في سموحه، فده برضو نحطه في حساباتنا ان دايما اسلام محارب من اللعيبه اللي كعبها عالي على النادي الاهلي في حته المواجهات في تاريخ المواجهات. تمام، نروح لمجدي قفشه وعمرو بركات، والنهارده دورهم الاثنين تقريبا بيتشابه. يمكن الاثنين صناع اللعب، الاثنين هو نفس الحته، ان قفشه هينزل يسقط جنب عمرو السوليه عشان يحضر يبني الهجمه، وعمرو بركات هينزل يسقط عشان هو اللي بيبني الهجمه. ولكن الارقام طبعا لصالح قفشه، قفشه يعتبر احسن صانع العاب حتى الان في الدوري مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز. قفشه 23 سنه لعب 3 مشاركات ب 241 دقيقه، احرز هدف، صنع 2، حصل على ركله جزاء، يعني مساهم في 4 اهداف للنادي الاهلي الموسم ده. ليه 7 محاولات على المرمى بنسبه دقه 28.5%. ايوه، عمرو بركات لعب الماتش الاخير بس اللي هو كان قدام الاف سي مصر. يمكن هم 28 سنه لعب 90 دقيقه ما حرصش ولا هدف، ولكن كان ليه محاوله على المرمى كانت غير صحيحه. تمام، مقارنه ما بين علي معلول وعمرو السعداوي، مفتاح لعب النادي الاهلي ومفتاح لعب نادي الجونه. طبعا عمرو السعداوي لاعب النادي الاهلي السابق، يعني من ناشئين النادي الاهلي عمرو السعداوي الظهير الايسر، وكان هو مفاجاه الموسم ده ان هو يبدا على حساب جوزيف نجويم الكاميروني الباك الشمال المميز جدا. عمرو السعداوي عنده 22 سنه لاعب 4 مشاركات، يعني ال4 مباريات هو ما بداش مباراه الاسماعيلي، يعني هو بدا من نص المباراه الاولى، بعد ما بدا اخذ اساسي الراجل اقتنع بيه. لعب 283 دقيقة، نبص على معدل الكرات العرضية عنده هنلاقيه 8.6، أرسل 27 كرة عرضية، علي معلول أرسل 31 بمعدل 10.3، علي معلول صنع 2، من أكتر اللعيبة هو ومجدي قفشة اللعيبة الأكثر أسيست للنادي الأهلي. طيب نروح لأيمن أشرف ولؤي وائل، مدافع نادي الأهلي ومدافع نادي الجونة. يمكن هما الاثنين المقارنه كمان بتوضح ان الاثنين بيبنوا الهجمه من تحت، الاثنين بيلعبوا المساك الايسر اللي هو محمد نجيب بيلعب ناحيه اليمين في الجونه جنبه لؤي وائل، هنا ايمن اشرف بيلعب ناحيه الشمال وجنبه رامي ربيعه. أيوة، فالاثنين بيحضروا الهجمه بشكل كويس جدا. يمكن الاثنين قريبين من السن، 27 سنه لؤي وائل، ايمن اشرف 28 سنه. المشاركات في الدوري لؤي وائل 4، ايمن اشرف 3، لؤي وائل 315 دقيقه. نبص بقى على الشباك النظيفه في وجوده، كلين شيت 2 هنا و2 هنا، طبعا لؤي وائل لعب مباراه زياده، دخلت شباك الجونه اهداف في وجوده 2، ايمن اشرف هدف واحد بس. معدل قطع الكرات لايمن اشرف اعلى 13.3 مقارنه بلؤي وائل 10.6. التمريرات الطوليه عند لؤي وائل اعلى، وده دليل ايه؟ دليل ان هو مفتاح بناء الهجمه من ورا عند الجونه. تمام، لؤي وائل عمرو بركات دول المحطتين في بناء الهجمه. اخر مقارنه ما بين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، ومحمود الغرباوي حارس مرمى نادي الجونه. طبعا الحارس المرمى بيفرق كتير جدا في المباريات زي دي، تحديدا كمان المنافس بتاع النادي الاهلي. محمود الغرباوي هو اللي بيبدا اساسي الموسم ده في الجونه، يمكن هو عنده 26 سنه، لعب اجمالي عدد المشاركات في جميع الانديه اللي لعب ليها 17 مشاركه، حافظ على نظافه شباكه في بطوله الدوري 7. برضو الشناوي لعب 192 استقبل 181 هدف، حافظ على نظافه شباكه 72 مره. برضه في مقارنه ما بين اخر مقارنه اللي هي اجايه، بس قبل ما نكمل احنا كده خلصنا المقارنات، خلينا بس نروح بسرعه جدا لاهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق الجونه. نقاط القوه عند الجونه، يمكن هم الهدف الوحيد اللي جابوه في الدوري دوت، زي ما قلنا هم عندهم بيعتمدوا على الكرات العرضيه بشكل كويس جدا، بيلعبوا ب3 ارتكاز، بيطيروا سواء لما كان بيلعب باسم علي، النهارده ممكن يبدا احمد علي او احمد صبحي، والناحيه الثانيه عمرو سعداوي. الكرات العرضية الهدف الوحيد اللي جابوه في الدوري كان اللي قدامنا على الشاشة، اللي هو كان من هجمة مرتدة، سرعة التحول من ضربة ركنية، كانت ضربة ركنية للمقصة، ارتدوا بشكل سريع جدا من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. دي أبرز نقاط قوتهم زي ما اتكلمنا عمرو بركات. نقاط الضعف؟
اهم نقاط الضعف عندهم الضربات الثابته. لو عرضنا الهدفين اللي دخلوا في شباك الجونه اخر أيوة. صورتين هاتهم لنا سمير لو سمحت. هدف من الاسماعيلي وهدف من الاتحاد النهارده مهم جدا ان انت تستغل سلاح الضربات الثابته. تمام ده هدف الاتحاد السكندري من ضربه ثابته. الهدف اللي بعده برضه هنلاقي الاسماعيلي نفس الشكل. هدف الاسماعيلي في شباك الجونه عبد الرحمن مجدي لما شاطها من ضربه ثابته. ده اهم نقطه ضعف غير طبعا البطء اللي عندهم في الدفاع سواء محمد نجيب او لؤي وائل. نقدر النهارده سرعات جونيور اجايه سرعات حسين الشحات تقدر تستغلها. برضه حته الباك اليمين ان هو ما بيلعبش كان دايما باسم علي بيلعب. اعتقد لما يبدا باحمد علي اول مباراه ليه في الدوري سواء احمد صبحي هتفرق جدا بدنيا طبعا. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي وتكون عوده كبيره لبطل الدوري العام المصري مؤخرا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. ان شاء الله نتقابل بعد نهايه هذه المباراه. شكرا يا كابتن اسلام وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نجم التحليل التحكيمي كابتن سمير عثمان هنتكلم عن طاقم التحكيم ووجهه نظره في طاقم التحكيم لمباراه اليوم الجونه والاهلي. بعد هذا الفاصل كابتن سمير عثمان.